قابلت في حياتي كما تعرفون عددا لا بأس به من غريب الأطوار. جزء من هذا يعود لأنني فضولي جدا، مولع بمعرفة كل شيء أجهله، أو بعبارة أخرى مولع بأن أضع إصبع قدمي في أي ماء لا أعرف إن كان ساخنا أم باردا. الجزء الثاني يعود لأنني نفسي غريب الأطوار. الطيور على أشكالها تقع في كل مكان وزمان. ممدوح الفار كان غريب الأطوار بالطبع، لا أعني أنه كان يمشي عاريا بكسرولة على رأسه، وليته فعل، لكنه كان معجبا بأمور غريبة: علم قراءة الأبراج، الجان، تحضير الأرواح، الويجا. أما عن ملامحه فلا تهمك في شيء، لنقل إنه من طراز أصلع نحيل فارع الطول مذعور على الدوام يصدق كل شيء، وهو متزوج لكنه منفصل عن زوجته، يحب أن يصف هذا بالطلاق النفسي. كان أستاذا للفلسفة في الكلية التي أعمل بها، ولن أعطي تفاصيل أكثر حتى لا تخمن من هو. كلما تذكرت هذه القصة تذكرت تلك الآلام في ظهري والتي لم يستطع الأطباء أن يجدوا لها حلا. سبب تذكري لها ستعرفه حالا. كانت هناك دوما جلسة تحضير أرواح يحضرها كل يوم خميس، وقد طلب مني أكثر من مرة أن أنضم له هناك، فكنت أعتذر. بصراحة كانت تجربتي مع تحضير الأرواح محبطة، وفي كل مرة كنت أجدها مجرد أكذوبة معقدة. لم يعد بوسعي أن أضيع وقتي أكثر من هذا، على أنه ألح علي هذه المرة بالذات. والسبب؟ سنحضر روحا فريدة من نوعها تستحق أن تشهد زيارتها. تذكر أن صديقنا المشترك عزمي سيكون هناك. قلت في برود: لا تقل أنك ستحضر روح هتلر أو نيرون. لا هذا ولا ذاك، لكني لن أعطيك أي تلميح ما لم تأتي. إذن لن أعرف أبدا. هل تعرف السبب؟ لا، لأنني لن آتي مهما حاولت. كنت باترا قاطعا مما جعله يتعامل بنوع من الفطور المغتاظ معي. مر يوم الخميس إياه ولم ألقه إلا بعد 3 أيام، فسألته عن الجلسة فقال إنها كانت ناجحة. لا مشكلة هنا، لأن الجلسات لا تفشل أبدا في رأيي. مرت الأيام واتصل بي يطلبني لتجربة معينة، فذهبت له في داره لأن ما يقدمه كلام فارغ غالبا، لكنه مسل دائما. الدار خالية تعمها الفوضى كما هي العادة، لكن لديه مكتبة تثير حسد مكتبة الكونغرس ذاتها. حياة عزاب كئيبة فعلا، من الطراز الذي تجد فيه الملاحة في الحمام والمنشفة فوق التلفزيون، ومضرب التنس القديم يستعمل كمصفات للمكرونة كما يفعلون جميعا. قال لي وهو يجلس أمامي: ما زالت تلك الآلام في ظهرك طبعا. أوشك أن أعتبرها ضرورة للحياة. جلب مقعدا وجلس أمامي حتى تلامست الركبتان، ثم مد يده والتقط إصبعين من كفي. مشهد عاطفي مؤثر، حتى توقعت أن أسمع موسيقى دعاء القروان، لذا أجفلت وجذبت كفي، لكنه قال بلهجة هادئة: ثق بي وانظر في عيني. رحت أنظر في عينيه المذعورتين المتسعتين بينما راح يمرر أنامله في رفق من ذراعي إلى كتفي مرارا وتكرارا. وضع يده تحت حافة ضلوعي وساد صمت طويل. قلت في تململ مرتاب: ماذا بك؟ قال آمرا: شش، اخرس من فضلك. فخرست. في النهاية قال لي: هل تشعر بها؟ ما هي؟ تلك التشنجات الخفيفة في ظهرك. الحق أني بدأت فعلا أشعر بشيء كهذا، لكن ما معناه؟ قال في هدوء: لقد زال ألم ظهرك. رحت أتحسس ظهري. هذا صحيح، لا أشعر ألما، لكن ما أقوى الإيحاء، إن المعالجين الروحيين يفعلون هذا وأكثر. قال لي: الأمر ليس سحرا، فقط أنا أحاول أن أعطيك بعضا من مغناطيسية الحيوية الذاتية. الصحة هي تدفق حر للحياة عبر القنوات في أجسادنا، وعندما تنسد هذه القنوات يحدث المرض. هنا نحتاج إلى الدنو من جسم حيواني مغناطيسي. بدا لي هذا الكلام مألوفا. هناك كلام شبيه بهذا
يقال عن الإبر الصينية، لكن الإبر الصينية علم تم دراسته جيدا، أما هذا الكلام فأقرب إلى الفلسفة. وقلت له: من علمك هذا الكلام؟ لا أدري، لكنه مهم إلى درجة لا توصف. فرقته وأنا أعرف ما سيحدث حتما، سوف تعود الآلام كما كانت، وهو ما يحدث لكل من يتعامل مع المعالجين الروحيين، سواء كانوا الخبير الفلبيني ماكامارا أو الشيخ عطوة في قريتك. في البداية يغمرك الذهول والانبهار وتعتقد أنك شفيت، بعد أسبوع تدرك أنك خدعت. عدت أمارس حياتي إلى أن اتصلت بي زوجته بعد أسبوعين، كان لديها رقم هاتفي طبعا، سألتني عنه وعن حالته العقلية، فقلت إنه ليس أكثر خبالا من المعتاد. قالت لي بصوت خائف: إنه يأكل كميات هائلة من الطعام، وقد ازداد بدانه، وقد أنزل خصلة شعر على جبينه كأنها قصة. كنت أعرف أنهما منفصلان تقريبا، فلماذا لا تتركه في حاله؟ إن هي إلا حالة مراهقة متأخرة، ثم إنه نحيل جدا وسوف تفيده بعض البدانة. قالت لي في توتر: زارني الأسبوع الماضي وهو يحمل بعض البقالة متلطفا، وأصر على أن آكل وجبة كبيرة من رقائق القمح باللبن أنا لا أحبها، وهو لم يأكل معي، فقط شعرت بنعاس عميق، وعندما صحوت من نومي فجأة، هل تعرف ما كان يفعله؟ كان يثبت على جسدي عددا من قطع المغناطيس الصغيرة، قطع في حجم الظفر، وقد أصابني الهلع من هذا الجنون، فصرخت فيه وطردت. كان عليك الانتظار حتى يفسر الأمر. لم يفسر، لكني أشك في رقائق القمح هذا. قلت لها في شيء من الخبث: لا، أن رقائق القمح من المصادر الثرية جدا لبرادة الحديد، إنها سامة فعلا، لكن الآباء المخابيل يصرون على شرائها لأطفالهم، ومعنى هذا أن زوجك أطعمك في تلك الليلة كمية وافرة من برادة الحديد، ثم راح يثبت مغناطيس على جسدك. ولماذا يفعل هذا؟ وكيف لي أن أعرف؟ إن للناس هوايات غريبة، ربما كان تثبيت المغناطيس على جسد امرأة ابتلعت حديدا أمرا مسل. ثمة شيء مألوف في هذا كله. في مكان ما من زمن ما قرأت عن تجربة مماثلة لهذا، لكن أين ومتى؟ وعندما انفردت بنفسي في مكتبي، رحت أقلب الموسوعات، ثم بحثت عن عنوان المغناطيسية الحيوانية. هذا هو. على الفور يطفو على السطح اسم مسمر، الألماني فرانتس مسمر، الذي ولد عام 1734، والذي اعتبره البعض عبقريا واعتبره البعض نصابا، لكن لفظة مسمرة دخلت كل اللغات الغربية بمعنى الغائبة عن الوعي شبه الملوم مغناطيسيا. ولا غرابة في هذا، لأن أبحاثه هي التي قادت إلى التنويم المغناطيسي كعلم بعد ذلك. كان مسمر يجرب نقل طاقته المغناطيسية للناس، وبعد محاولاته على أفراد قام بعمل جهاز عملاق يذكرك بأجهزة الحاسب الآلي العملاقة ماين فريم، يمكن لعدد كبير من الناس أن يجلسوا حوله وأن يلمسوه بأيديهم لتصلهم طاقة مسمر. جرب مسمر عمل نوع من المد الصناعي على امرأة بأن أطعمها الحديد، ثم ثبت المغناطيس على جسدها، وقد شعرت المرأة بتحسن حالتها النفسية بعد ذلك. هل تتذكر شيئا مشابها؟ هل تعرف كيف يبدو مسمر؟ إنه بدين له خصلة شعر تنحدر على جبينه. شعرت بقشعريرة في ظهري وأنا أقرأ هذه البيانات. في النهاية هرعت إلى الهاتف وطلبت عزمي، الذي أعرف أنه كان في تلك الجلسة التي لم أحضرها. عزمي، ماذا تم في تلك الجلسة التي دعيت لها منذ أسبوعين؟ فكر حينا ثم قال: لا أذكر التفاصيل، كان دكتور ممدوح هناك، لقد استدعى روح نصاب ألماني اسمه مسمار، لا مستر مسمر. نعم، أنت بارع في تذكر الأسماء. كان ممدوح قد قرأ عنه وأراد أن يجرب استدعاءه. لا أعرف أكثر ما حدث، لأن المحادثة كانت بالألمانية التي يجيدها ممدوح. لقد أثار هذا المسمر هلعنا لأننا اتهمناه بأنه نصاب. قال إنه لن يفارقنا وسوف يلازمنا للأبد. قال إنه سيرينا إن كان نصابا بحق.
وطلبنا من الروح الانصراف فلم تعطي أي علامة. الآن بدأت علامات الاستفهام تتكاثر. القصة توشك على أن تكتمل فصولها وتصير مفهومة. مفهومة لكني لا أبتلعها على الإطلاق. هكذا قررت أن أزور ممدوح في اليوم التالي. فتح لي الباب، وبالفعل كان شكله قد تغير جدا. جلست شاعرا بالحرج، ولم أنسى أن ألاحظ تلك الصورة الكبيرة المعلقة في الصالة، صورة وجه رأيته في مقال المغناطيسية الحيوانية. سألني عن ظهري فقلت أنه بخير، ثم قررت أن أبدأ. من أين جاءتك أفكار المغناطيسية هذا؟ قلت لك أنني لا أدري. هل يذكرك هذا بأبحاث ميسمر؟ نظر لي للحظة ثم بدأ يضحك ويضحك ويهتز وتتسع عيناه أكثر. هنا قررت أن أهجم. كان ميسمر مخبولا، وقد قيل إنه سرق رسالة الماجستير التي قدمها عن علاقة حركة الأفلاك بنفسية الإنسان. نظر لي نظرة نارية ثم هتف بالألمانية وبصوت خفيض: أنا هو ميسمر، ولسوف تدفع ثمن إهانتك. روح ميسمر في جسد صديقي وأنا معه وحدنا في شقته. كم أن هذا يثير البهجة. لا أعرف كيف نهضت، ولا كيف جريت إلى الباب، ولا كيف رحت أثب درجات السلم إلى أسفل. لقد بلغت الأمور درجة لا تصدق. عندما سمع دكتور مصطفى الطبيب النفسي قصتي ضحك كثيرا وقال لي: هذا هو الإيحاء، إن تجربة تحضير الأرواح تحدث هزة نفسية كما قال يانغ، وهذه الهزة كشفت عن العصاب الكامن في داخله. هل يضايقك أن تتكلم العربية؟ أنا أفعل ذلك. بل تتكلم الفرويدية. قال في صبر: ليكن، هذا الضغط العصبي أدى إلى أن يعتقد أن روح ميسمر حلت به فعلا. ولا تنسى أن المصابين بالعصاب يملكون طاقة نفسية هائلة مما يسمح لهم بالتأثير على الآخرين. أغلب المشعوذين الذين يخدعون الناس فيهم شيء من الخبال، هكذا يعتقد كل إنسان لمسه ممدوح أنه شفي. والحل؟ احضره لي لو استطعت، ولسوف أحاول علاجه. قلت وأنا أنهض وأتمطى: على الأقل كان الإيحاء ذا نفع في حالتي، لقد شفي ظهري تماما. قل ما تريد عن المغناطيسية الحيوانية، ولكني أؤكد لك أنني ماذا بك؟ قلت وأنا أرتمي على المقعد: أنا أسحب كل ما قلته، فقط ابحث لي في صيدليتك عن مسكن قوي وعن دهان لآلام الظهر بسرعة بسرعة، وحياة والدك. تمت بحمد الله.